اهلا وسهلا ورجعنا من الاستراحه وهنبدا مع حضراتكم دلوقتي وهنقول عملنا ايه في الشوطين اللي فاتوا. عملنا البسكوت بالنشادر وعملنا كمان الغريبه واتمنى يا رب تنول اعجاب حضراتكم. ودلوقتي هنبدا في نوع بسكويت يعني احنا مش هنحط فيه زبده وسمنه لانه في ناس كتير قوي بتتحسس من الزبده والسمنه ما بيحبوهاش. هستخدم فيه زيت نباتي مليان. طبعا زيت مليان احنا اتفقنا ان هو من الزيوت يعني الجميله اللي ما فيهوش نسبه اولين اصلا، عشان احنا بنبعد دايما عن الحاجات اللي بيبقى فيها الاولين. ده هو اللي بيخلي الزيت شويه ايه يتقل كده ويبقى مش لطيف. تعالوا نشوف مقاديرنا مع بعض. عندي للبسكويت اللي هو بدون سمن او زبده عندي 4 كوبايات من الدقيق، عندي 2 بيضة، عندي نص كوبايه من اللبن، معلقه صغيره من الفانيليا، وعندي كوبايه من السكر البودره، وكمان كوبايه من الزيت النباتي مليان، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر، ومعلقتين كبار من الكاسترد باودر. ده بيدي لون كده حلو للبسكوت لو حابين حضراتكم تحطوها او مش عايزين براحتكم. رشه ملح ومعلقه كبيره من روح الموز، دي احتياطي يعني لو انتوا عايزين تمام، مش عايزين خلاص ممكن تحطوا اي اسانسات تانية لو حابين ماشي، عايزين تجملوها باي حاجه طبيعيه، عايزين تسيبوه كده بالفانيليا بس برده ماشي. كل ده حاجات جميله. عايزين تعملوا جزء منه بالشوكولاته وجزء منه مثلا بالفانيليا، يعني نضيف له شويه من الكاكاو. هنشيل من نسبه الدقيق وهنضيف للكاكاو، يعني نشيل معلقتين دقيق مثلا او 3 ونحط مكانهم ايه 3 كاكاو. لازم حاجه تحل محل حاجه. طيب بنشرب بس هنا كويس وهبدا اشتغل مع حضراتكم. طيب بسم الله، هاخد البيض مع السكر البودره الاول. بسم الله، بيضتين وهحط معاهم الفانيليا اهي، ادي الفانيليا، وهاخد الكاسترد كمان هحطه مع السكر البودره. بسم الله، ادي الكاسترد، هنحط كده الفانيليا بتاعتنا اهو. طبعا الفانيليا اللي حضراتكم لو هتجيبوها خام استخدموها ليه من غير سكر عشان تبقى يعني قويه، اللي بسكر دي بتبقى ضعيفه جدا. طيب هاخد بقى كده الايه المكونات دي هحطهم، السكر مع الكاسترد اللي انا ضفته هنا على ايه على البيض، يبقى البيض والفانيليا والكاسترد والايه سكر البودره. بسم الله نضرب. طيب خليني بس ايه ارفع هنا اخد الشبك احسن علشان يعني ايه تتضرب كويس وبشكل حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا. بسم الله اهو. يلا بينا. هنزل بس كده اللي في الجوانب عشان ايه يختلطوا كويس. بسم الله الرحمن الرحيم كده. وتعالوا نقلب مره كمان. بسم الله بسم الله. ناخد كمان. طيب هنا بقى هاخد كده اللبن، وعندي هنا الايه البيكنج باودر على الدقيق، وطبعا هاخد معاهم ذره الملح، ذرة كده بسيطة تظبط الحلاوة. ويا سلام لو حضراتكم تدخلوا دي ده في اي حاجة بتعملوها، بسكويت، معجنات، بيتي فور، اي حاجه نخلوه كده نخله، خلوا الايه الهواء يدخل جواه كده ويبقى جميل. طيب خلاص شلنا البيكنج باودر، ذره الملح، هاخد معايا الزيت جنبي واللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هفتح هنا
ارجع بس ده كده عشان ما يشتغلش فجأة، وهحط كده الدقيق بالتبادل مع الزيت واللبن. خليني اخد معلقة كبيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا هناخد كده شوية من الدقيق هنا، بصوا كده، انا هحطهم كلهم خلاص. وبعدين ايه، وبعدين هاخد بقى اشغل كده بالراحة، هنزل كده بسم الله. ايوه هنزل هنا من هدوء كمية الزيت بسم الله. نقلب، اخلي الزيت يتغلغل فيه زي السمنه بالظبط، كانه ببسهم مع بعض. وهمسكه باخر حاجه شويه اللبن اللي حضراتكم شفتوهم دول. تعالوا كده نبص بصه اخيره، بس انا هشيل بقى ده خلاص عشان انا مش هحتاج ده، عايزه الكف بقى هنا. تسلم الايادي والله كده. طيب ايوه يلا بينا هناخد بقى كميه اللبن هنا ونخلط بقى هنا خلطه حلوه بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه يلا بينا وننزل بقى شويه اللبن دول يمسكوا لنا العجينه دي. تمام جدا. خلينا نبص اخر بصه قبل ما نشيل العجينه. ننزل بس اللي في الجوانب خلاص، هي لمت وتمام. وايه، عايز اشوف بس القوام بتاعها، ممكن امسكها بايدي كده. بقى لها اخر شويه لبن صغيرين اهم اهم. هنحط كده اخر شويه لبن وخلاص اخر ضربه، والحمد لله ربنا هيكرمنا باذن الله. كده يلا بينا كده تمام جدا بسم الله. خلاص ايوه كده خلاص الحمد لله، تمت بحمد الله بسم الله. يلا بينا تعالوا بقى هنا نشكل بقى شكل، ممكن البسكوت ده يتشكل برضو بجيب الحلواني، او لو حضراتكم نغير في الشكل شويه زي اللي انا عاملاه. خليني اوريكم كده ايه انا عاملاه ازاي، وممكن نعمل منه شويه بالكاكاو وشويه عاديين من غير حاجه. تعالوا كده الم بس العجينه هنا كده اهي، نحط دي بقى هنا، نفرد عليها العجينه الحلوه دي هنا. بصوا كده اهو شايفين، ينفع في الاثنين. الطريقه اللي تريح حضراتكم مفيش مشكله منها خالص. انا بس بغسل ايديا وايه وجايه حالا. انا هشكله ليه طريقه كده جميله، نقدر نرش عليه شويه سكر لو عايزين شويه سكر كده سنترافيش حلوين، شويه سكر عاديين كده. بصوا نمسح بس هنا، تعالوا بقى ايه نشكل. انا عندي صاج هشكله كده دواير زي فاكرين بسكويت العشر دقايق اللي احنا عملناه. هاخد صاج كده اهو بسم الله هنا اهي بلم. بصوا العجينه جميله ازاي بتاعته، عجينته حلوه جدا. واحط هنا الصاج، هاخد كده كور كده صغيره. بصوا ده ممكن يبقى شكل جميل، يعني بحس ان الشكل ده قريب من شكل الكحك بس هو كنوع خفيف اهو. وهناخد بقى شويه كمان ايه سكر على الوش، او نغمسه في شويه سكر اوريكم بيطلع ازاي، وتقدروا تضيفوا له شويه نعملهم بالكاكاو او بالقرفه، تقدروا تضيفوا له كمان قرفه باودر او كاكاو باودر زي ما احنا عاملين كده مع حضراتكم. بصوا اهو
وهيطلع رائع زي الكوكيز، وتقدروا تعملوه في جيب الحلواني. بس انا عشان عملت كذا شكل بقى قلت خلاص. طيب دلوقتي بقى مدام عزه اللي سالتنا على الشركسيه التركيه، الشركسيه دي بتتعمل بالفراخ وليها كده صوص جميل بيتعمل بالتوست، العيش التوست بنشيل الحروف بتاعته وبنخلطه بقى مع ثوم وزيت، وبنضرب التوست ده في الكبه مع عين جمل او الجوز يعني، وشويه مرق من سلق الفراخ الحلوه اللي احنا حطينا لها منكهات حلوه وسلقناها، في بوكيه جرنيه جزر وبصل وكرفس وورق لورا وحبهان. وبعدين بناخدها الفراخ دي بتتقطع كده شرايح حلوه، علشان هي دي اللي بن ايه الصوص الاساسي في الشركسيه كلها، علشان نقدر نحط الصوص ده مع الفراخ الحلوه دي. يلا مين قولولي كده؟ هاخد بقى شوكة كده، ممكن كده هناخد شوكة. بسم الله. ممكن كده اشوف هنا، هاخد كده شوكة. ممكن اعملها فين بقى؟ ممكن اعملها في الكاكاو واعمل كده، فيعني ايه نعمله بشكل مختلف شويه. و او لو عندكم شكل ورده، اي شكل من الاشكال دي، نزلوه في حاجه وتعملوا بيه شكل حلو كده. عايزين ترشوا على وشه زي ما قلت لحضراتكم سكر، تمام. وهيدخل الفرن على حراره 180 برضو على الشبكه في النص، لحد ما ياخد لون ذهبي حلو. انا عامله منه الطبق الصغير ده، بس الطبق الصغير ده عليه سكر مرشوش من فوق، يعني نزلت الكوره دي جوه السكر السنترفيش اللي ليه حبيبات، وبعدين حطيتها في الصاج ورحت عامله له الشكل بتاعه بالشوكه، بيطلع اللون ده عشان السكر ده بيدي درجه من الالوان الجميله جدا. طيب احنا دلوقتي خلصنا البسكويت اللي من غير زبده ولا سمنه، عملناه بالزيت مليان، والطبق بتاعنا الجميل الرائع. اوكي كده اهو، ده كده، ده غمسناه في السكر. وايه ونقدر نعمل اي شكل بقى بالكاكاو بالقرفه، تلونوا منه جزء زي ما انتم عايزين، ده يرجع لحضراتكم. بس حاجه مختلفه وعجينه سهله وبسيطه، وبرده لاصدقائنا اللي مش عايزين بيض او لبن، نقدر نستعين عن اللبن بالعصير، اي عصير طبيعي حضراتكم، او بالميه، مفيش اي مشكله خالص. البيض مفيش مشكله وهيطلع البسكوت جميل جدا حتى لو من غير بيض. دلوقتي بقى اسمحوا لي لكل اصدقائنا المنتظرين الفقره القادمه معايا من الاسئله اللي هنتكلم فيها عن فكره الخمول والكسل، وليه احنا بنحس الشعور ده، ونقدر نعمل ايه علشان نتغلب عليه. هيكون مع دكتور دينا ابو السعود المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرال، هي معانا الفقره اللي جايه مستنيه حضراتكم.